أم حبيبة فهي رملة بنت أبي سفيان، وقد جاء في السير أن صداقها 4000، ليست مدفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال إن هذا دليل على جواز المغالاة في المهور، وإنما هو من النجاشي أراد أن يكرمها. وهذا ما ذكره صاحب الحاشية، حاشية ابن قاسم رحمه الله. والمذكور في الإصابة لابن حجر أن مقدار الصداق 400، والله أعلم بالصواب، أو 400 أو 4000، لكن ما ذكر في الإصابة يكون أوثق، لأنه كتاب يتحدث عن السير، ولأن صاحبه من الحفاظ الثقات، وقد يكون الخطأ من النسخ إما في الإصابة وإما في الحاشية.